حبايب قلبي الفجل الصغير والفجل المتوسط، ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا زي الفل. اللهم امين يا رب. امين. ركز يا قلبي، جاي لك النهارده بايه؟ جاي لك يا باشا بامتحان شامل وهديه 10,000 جنيه يا باشا. لازم تفوز، اقسم بالله لازم تفوز. ركز بقى، طالما انت معايا وعندي فانت بطل وانت قد اي حاجه، والجائزه دي بتاعتك يا باشا، بتاعتك ان شاء الله. ركز يا قلبي، شوف احنا بنعمل ايه وعملنا ايه. بص بس الاول بفكرك احنا عملنا ايه. خلصنا الحمد لله نص المنهج، خلصنا يونت 7 يونت 8 يونت 9. بص عملنا ايه. الحمد لله احنا الاول خلصنا يونت 7، بنعمل ايه في اليونت؟ فاحنا بنمسك البوكاب، بطلع لك البوكاب بقراها لك وبحفظها لك، بشتغل معاك برضه في محاضره المترادفات والمترادات والفروق بين الكلمات ومتلازمات الافعال وحروف الجر، كل ده في محاضره البوكاب. طب حلو قوي، بطلع لك في محاضره ثانيه احل لك الواجب. الحمد لله حل كتير قوي على البوكاب بفضل من ربنا. خد بالك الجرامر بظبطها لك وكل حاجه تمام تمام بكل الافكار والتريكس، وبحلها كتير قوي على الجرامر. حضرتك شايف بقى الحته الحلوه قوي اللي بنعملها بكل يونت، اللي هو ايه؟ بنحل اسئله امتحانات سابقه على محتوى اليونت ده. فدي بص جامده، الحمد لله بحل معاك على كل يونت اسئله متفوقين، لان انت طالما عندي فانت متفوق كده كده. ركز بقى، دي برده جامده جدا وافكار حلوه، افكار عليا الحمد لله. بنحل، خد بالك، قطع ترجمه على كل يونت. تمام، احنا مظبطين الكلام، بنحل تيست على كل يونت. طب حلو، انا بعرفك بس احنا عملنا ايه. عملنا ده خد بالك في 7 في 8 في 9، فاحنا خلصنا الحمد لله في اولى ثانوي وفي ثانيه ثانوي نص المنهج. كل ده اتعمل في اولى وفي ثانيه، الاثنين زي بعض. طب حلو قوي، ايه معادنا؟ معادنا مع امتحان شامل على نص المنهج. حضرتك لازم تقفل كده كده وش، اصحى بقى، الامتحان ان شاء الله عليه 10,000 الاولى والثانيه. طب حلو، يعني حضرتك وش كده فروم لنفسك. حلو، طب تذاكر ايه؟ حضرتك المحاضرات افرمها، راجعها، كل اللي انت طلعته، كل اللي انت كتبته، كل اللي انت عملته ورايا افرمه من تاني. كنت مراكم حاجات، قدامك فرصه، والله لو ما كنت ذاكرت اصلا قدامك فرصه. الامتحان معاده امتى؟ الامتحان معاده ان شاء الله يوم السبت الجاي الساعه 9 بالليل، حضرتك تكون موجود هنا. طيب الامتحان متاح لكل طلاب الجمهوريه، ولكن الجوائز احقاقا للحق هتكون لطلاب المنصه. فالامتحان كده كده متاح لطلاب الجمهوريه كلهم، ولكن احقاقا للحق هو طلاب المنصه. فده تمام ان شاء الله. بعد الامتحان حلو قوي، عندك حاجات كتير قوي اشتغلناها، المحتوى اللي اشتغلناه على المنصه كله، المراجعه برضو اللي عملناها يوتيوب اللي هي مراجعه شهر فبراير الاولى والثانيه برضو، فانت راجع لي على المحتوى ده كله وجهز لي للامتحان ده يا باشا. انا واثق فيك وبحبك ومعاك لحد باذن الله توصل لحلمك. ودايما خليك عارف انجليزي يعني عبقري لغه، ابداها صح عشان تنهيها صح. اشوفك احسن ناس في الدنيا واشوفك على خير. مع السلامه.